الدراما. معنا عمر الملحم، صبحك الله بالخير يا عمر. هلا والله وسهلا، صباح النور. كيف امورك يا بعد راسي؟ الله يطول بعمرك. الحمد لله، كيف امورك؟ عساك بخير. وعمركم انت حب، ابشرك بخير وصحه وعافيه، اللهم لك الحمد. عمر معك ابو شوق، واعتقد انه اول سؤال سر غيابك. هلا يا ابو شوق. هلا والله. يا هلا والله وسهلا. انت بتقول شيء اول شيء قبل اسالك؟ اول شيء الله يصبحك بالخير. بالنور. هو مو سر غياب، لكن كان موعد في اللي هو مستشفى تخصصي، والحمد لله. قبل انا قلت لكم كلمه، قلت لكم يا جماعه خير انا بتشوفون شيء. دقيقه يا هلا حبيبي. علي عندي تعليق. سم. حتى مستشفياتك مكان فخم في الرياض. لا والله لا فخم ولا احسن من طق يا رجال. خمس ساعات والله، خمس ساعات. طيب اسلم عمر. سم. اسلم. انا اقول لك موعد. انا قلت لكم كلمه وارجع اقولها مره ثانيه. قبل كانت في شغلات جالس ارتبها، والحمد لله ولله الحمد والمنه انتهيت. فالحين اقدر اقول انا قادم بقوه، وانا قلتها لكم وارجع اكررها مره ثانيه. ما شفتوا للقليل، انتظروا اللي بتشوفونه ان شاء الله قدام. يا عمر هلا حبيبي. انا ابغى ترند. سم. عمر اقول نبغى ترند. علي بالحرام ابشر بالترند. حتى ضابط عليك الدرباوي ما شاء الله، ضابط عليك. معك علي يا عمر. انت فاخر شيء يوم فرحت قربت شريطي. والله ممت. والله يا ابوي لا تلومني يا ابوي، ما اخذنا 4000. عمر سمعت انك بتقدم فقره. ايه احرقها ولا ما احرقها؟ ما اسمعك. سمعت انك بتقدم فقره. اي نعم. وقدمت افكارها وكل شيء وعديت لها كل شيء. اي نعم. فجاه عمر وقف. ما وقفت لا، وانا حتى اعتذرت للجمهور وتكلمت مع ال وتكلمت هذا الشيء امام الملأ، انه كان السبب هو الامطار اللي حصلت. وتم بين الاداره وما بين الجهه اللي انا يعني متكلم معها، الاطفال اللي بتكون متواجدين 10 اطفال. انت قلتها ولا ما قلتها؟ ما اسمعك. الفكره حرقتها ولا ما حرقتها؟ والله شوف، هو هي عن متلازمه داون، لكن بشكل حركها. لا ما حرقتها. لا لا لا، الفكره بتكون ان شاء الله جميله، وانا بشكلها بيكون جميل، وهم يستاهلون. وحتى لو قلتها مره ولا مرتين ولا ثلاث، انا اعتبر نفسي اني ما حركتها. من بالعكس، الاشياء الجميله اذكر في جلسه ثلاثة احد الشباب جاب فكره فقره عن متلازمه داون، ومن ذيك الفقره في طفل اسمه عبد الله. تخيل السنوات كلها ذي الى الان باقي يتواصل معي، كل فتره يجي بالسناب يرسل لي ويتكلم معي يعني باللغه اللي انا افهمها نوعا ما. فما ينساك الطفل، اذا حب شخصيتك وحب تواجدك والله اذا لن ينساك ابدا. اتوقع في دراسات تذكر انه من الشخصيات اللي اذا حبوها ما ينسوا الشخصيات اللي ولفوا الجلوس معها، صح ولا لا استاذ عمر؟ والله شوف انا اقول لك شغله، اذا انك وصلت الى هذا المنبر، الى هذا المكان، وانت ما قدمت شيء، وانت ما قدمت اي حاجه، وخاصه بالنسبه لل اعوذ بالله منك ابليس، اللي هو سواء كان متلازمه داون او غيرهم من الابطال اللي انا اشوفهم ابطال، انا اعتبر انه الواحد صراحه ما لا خير فيه، لانه هذه رسائل مهمه تصل الى المجتمع قبل اي. راضي عن تواجدك في الايام الماضيه؟ لا 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 فلو. نعم بكل صراحة. أنا لا. تبوني صريح ولا أجامل؟ نفسك وفتحت سؤال آخر. مر نصف البرنامج يا عمر، وأنت الآن احتمال تكون في دائرة الخطر وبشدة. حلو. لأنه الأغلب ارتفع ونزلت أنت من مرحلة دفء إلى الخطر. جميل. ممكن في البرايم القادم الله يستر ممكن تكون أحد اللي في النمونية، ممكن تودع. بس ماني براضي عن الشيء اللي أنا راسمه. مو مسألة أنه ماني براضي عن مسألة تواجدي في البرنامج او اني ما قدمت شيء، لا، انا عن الشيء اللي انا راسمه الى الان ماني براضي عن نفسي، لاني راسم اشياء جدا كبيره. وتتوقع انك في البرايم؟ ما اسمعك. تتوقع انك في البرايم؟ لا لا. اي لا. عندك واسطه ولا شلون؟ لا مو عندي واسطه، لا، لانه البرنامج يعتمد على اشياء. إيه؟ اشياء خفيه، اما انك تكون انسان بعيد عن الامور الخفيه، الحمد لله، مساله الصلوات، مساله الامر الثاني رصيدك، هذا هو. شد حيلك حبيبي، الله يوفقك. وياك. الف مبروك عمر، ألف مبروك فوزك في المطبخ اليوم طبعا وفي الدراما. وللأمانة كمشاهد الكاركتر اللي عليك كان بطل اليوم جدا. حبيبي الله يسعدك، عسى الله يوفقك ييسر أمرك. شكرا لك يا عمر. حبيبي الله يسعدك. الدراما بقى عندك نقطة.